ولا السلام عليكم من جديد. اليوم غادي نوريكم عاوتاني نضربوا دوره الفريده. هنايا حتى حنا كان الفول من قبل، وعلى فكره هو الفول واللوبيا كيعطيو لازوت الارض بلا ما تحتاج دير الغبار ولا شي حاجه ولا هذا. كلشي كما قلت لكم، ما عمرني درت تريتمون ولا ني برودوي شيميك ولا حتى شي حاجه، هكا طبيعي ما كندير لا على حساب الميلديو ولا حساب داك الامراض ولا شي حاجه، وحتى لونغري ولا ملح ما كنديرش. هذه اللوبيا جريني، فوالا كدير واحد الحبه ديال اللوبيا كتبقى حمراء، وهذه اللوبيا شعره راها كدير. راه مخلطها هنايا في الوسط، انا ثلاثه الخطوط درتهم واحد الخيط هنا باش وحده تسكي على وحده والضو يفوت والريح. راه بلا بدات كتعطي الحمد لله ما شاء الله. راه هي في الساعه كتعطي من اللوبيا. وهنا عاوتاني واحد الخط ديال الشلاطه اللي كنت نقلتو كما هذوك اللي في الوسط صافي راهم واجدين. هما واحد حط بسي ديال المطيشه والبصله شليطه. هنايا درت البنجار البيتراف باربا. اون فوا غادي نحيد هاد الشلاطه هذه كتوجد بكري، يعني راه صافي تقريبا واجده كما كتشوفوا ليه في الوسط. غادي نرد التراب على هاد البلاصه هنا، وهنا راه خيزو واخا ما ناضش كنت كنطلق عليه، يعني داتو الزريعه داتها الماء. غادي نولي نخدم السيستم. وهاد الخط هذا كانت عندي الزريعه ميلونجي مع القصبر والقرعه والمطيشه واللوبيا، خط كان ميلونجي درتو الحمد لله النتيجه هي هنا ولا ريزيطا. القصبر ديت منه ديجا وباقي شي حاجه هنا ديت خير الله، وكل شيء هذا من فضل الله، يعني هذا ربح. هنا الزريعه ديال المعدنوس، فوالا المعدنوس القرعه هذه اللي نقلتها كانت الزريعه ديالي اللي كنت جمعت العام اللي داز العام اللي قبلو، مخلطه كاين الكورجيت كاين القرعه بوتيرون القرعه الكبيره وداكشي. هادو نقلتهم يلاه في ديمارو صفر صار من الورق ديالهم صفر. وكنت نقول على الخرشف، يعني هادي هنا ملي كنت ندير هاد البطاطا هادي هادي درتها لو 28 ابريل اكزاكتومون. فوالا كنت قبضت واحد الاخر ديال الخشف ويعني حطيته هكا وهو ينهض، ومن بعد غادي نقلو فين بغيت. راه كاين فيه الا كان كبر بزاف كنقطعوه، نقطعوا له الورقه ديالو. هادي مازال هادي راه يعني جون صغيره، معليش نديرو هكا كنحفروا لها على الجدره ونديروها. والا كان كبر بزاف كنقطعوا له دوك الورقات هنا والجدر شويه من بعد واحد 3 4 سنتيمتر ونقطعوه ونحفروا له الحفره ديالو نورمال ونديروا له هو باركون تيبقى شويه الغبار، ديروا الغبار وردموا عليه ونعطيو له الماء حتى ينوض حتى يشد بلاصتو. انا درتو لها الا ما غادي نوري من بعد نوري لكم. هنا درت كما كنت قلت لكم قبل البصله والثومه، وعلى فكره هو سميتو درت بوستهم البيترار ما حفرت له ما والو غير ميتو على فولي كما هكا ديريكت. هو كيمشي مع البصله والثومه ما كانش مشكل، تقدروا تماريو نقولوا البصله مع الثومه مع الموجو فوالا ما كانش مشكل ديال البصله والبيتراب، يعني باش غادي نقرا البصله غتبقى البلاصه للبيتراب. وغادي ننقل نقص منه نقص منه، هو البيتراب كيتنقل حتى هو كيتنقل الا كبر بزاف كنقلعوا له لتحت والورقه فوق ونديروا كما درنا كنديروا الخرشف. وإلا كان جون عاد صغير كنديرو هكا نحفرو له حفرة، من بعد هو خصو الما 3-4 جور تغرس باش يشد بلاصتو كيتغرس. هذا السيلغي ابول، يعني كتكون عنده واحد الكره، هذا الكرافس اللي عنده هذاك الكره كيف تمشكل هذا الخروط كنت قلعت منه دو بيمون دو كاين. فوالا درت واحد الخطوه هنايا هو ولد حداه درت هنايا اللوبيا، يعني باش غادي هاد الخروط صافي راه غادي يمشي تبقى اللوبيا تنوض كوتي تبقى بلاصتو. كملي به وي
وي ما شاء الله. هذا تيراس فوالا هنا هاد القرعه اللي كنا شتينا بيبينيير هادو اللي هنا هادو كذلك كنا شتينا بيبينيير مي الاخرين هادو الزريعه ديالي من هنا نقلت هادوك اللي كنت وريتكم لهيه كانوا هنا كانوا مزاحمين بزاف نقلتهم حتى هنا راه مزاحمين بون معليش خليكم هكا لهيها كاين الجبانه كاين اللوبيا كريني وكاين اخرى ديال كاين ثلاثه ماركه ديال اللوبيا كاين اللوبيا اللي كطلع كام هنا كاين البيتراب البيتراب واخا كبر ما شاء الله كبر ما شاء الله وي هنا البيتراب نورمالمون مسيري بزاف مزير بزاف خصني نقص منه ونستنى البلاصه باش ننقلو بجهه اخرى ما عمرك تخسر في شي حاجه نورمالمون كيتنقل هو تغرس هنا كذلك هنا هي ما شاء الله كتنور واخا كاين الحراره وداك الشيء نورمالمون هي ملي كتكون الحراره ما كينقص لي فلور ما كيبقاش يولد لي فلور ما يخرجوش ما يخرجوش ولكن راه الحمد لله مع هذا ناخذ ديال البيتراب ديال اللوبيا كذلك لي زوبي ويلي زين هنا كورنيشون كورنيشون كيتبدل مع لا سالاد والخل خيار والخل والملح وداك الشيء كيترقد كاع هادو دي بيان تاع الفلفل هذاك كذلك حرور هنا حرور بيمو دو كايا نقولو وي ان شاء الله ولاد هادو فلفل كبيره القرعه كذلك تكون زعت حبات حتى هادوك زعتهم حبات كاين كورجيت نورمال كيما هنا كيما هنا كورجيت نورمال ما شاء الله ما شاء الله هادي تاع هي كورجيت نورمال وهنا كاين لي كورجيت دو غون دو نيس غون دو نيس باسكون شوف باسكون توام توام الجهد ما شاء الله هنا كذلك ما شاء الله عطاو هذه يقولوا لها كورجيت دو نيس دو نيس فوالا هذه الحبه ديال الماطيشه طاحت هناك واحد الحبه ما شاء الله خليتها مبروك وهذه درعه السلويه هذه قال عسلويه خاصها تبغي كتبغي تطلع تسرح تاع الكرياج ولا شي حاجه ندير لها السيستم ديال الخيط غتطلع من بعد تحط لي فروي ديالها فوق هاد الخيطان هذا هذه كذلك هنا عندي كات بي تاع الاخر تاع السلاوي هذه قرعه نورمال ما نعرفش ديك دايره بحال تاع ريجه بحال تربوكه ولا قرعه عريضه والله ما عرفت يعني عندهم كيتشابهوا القرعه فيها بزاف ماركه حتى هي هذه كذلك نقلتهم سون بيان بارتي مليح هادو حتى هما نقلتهم ها هما مشاو مزيانين وهادو تبسطهم لا سالاد يعني منها غادي يعطيو شويه الظل ومنها هما لا سالاد غادي توجد قبل القرعه يعني ملي غادي نقلع على هاد لا سالاد هادي غادي نرد عليهم التراب ندير لهم الساقيه قد الى ما كانت الشتا نكب لهم الماء في الوسط الوسط باش تزرعو هنا يلاه زدت هاد الخبز ديال الخيزو هادو ثلاثه تخطوط ولا اربعه ودرت بسطهم اللوبيا يعني مول الجردة خصو ديما يطونطي على جوج حوايج ولا الا ما ناضتش حاجه كتنوض حاجه الوغ اختاريت باش ندير اللوبيا على الاقل الا ما كانتش خيزو تكون لوبيا والا ما كانتش اللوبيا تكون خيزو المهم تكون حاجه وقصتهم درت القزبر والقزبر باش ما غاديش يجيني لي كاروط ولا هذا غادي نقلعهم جدره يعني الزريعه عندي كافيه هاد البلاصه كامله ما كانتش هكا كانت بحال الغابه غابه طوعتها هنا درت اللوبيا اللي كطلع راه غادي تنوض باذن الله غادي نوريكم من بعد تصويت هنا كنت شفت واحد البلاحه ديال البلاد وبقى منها شي حاجه رميتهم لي زوازو هنا الزواوش وداك الشيء باش ياكلوه ينبتت ناض بوحدو خليته غادي نشوف واش غادي يعطي لكم ريزلتا هنا هاد القرعات سيتهم هنا تفضل ديك غير الحبات ديال القرعات غرستهم نورمال هادو سيدي زريعه وخليتهم وغادي نشوف النتيجه من بعد نشوف واش غادي تعطي شي حاجه بالظل ولا لا يعني هذا دي زيكسبيريونس سيونتيفيك سيونتيفيك سي لابوراتوار كو هذا لابوراتوار جهه تاع لابوراتوار مختبر هذه القرعه كذلك نقلتها كانت مزحمه ليه
الا جينا نشريو كلشي هادشي ب 80 سنتيم الحبه ونحسبوا راه عندي دي سونتين دو بي دونك ان شاء الله فوالا سا شيف فوالا هادي هي هادي الكريمه نقلتها ما شاء الله ونقلتها غرسها هذا النعناع النعناع سي نورمال الحشه الاولى كيكون صفر من بعد غادي يزيان كما الهيار اللي راه فوق الخضر خضر هذا سي نورمال الاول غادي يكون صفر عادي الهيها قرعه سلاويه اخرى قرعه نورمال كاين واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الحبة ديال البتيخ هادو كانوا طاحوا مع الزريعة ما عرفش منين كيصرا لهم راهم مشات سلحت وحدة ليها راها فينا كاينة وحدة هنا وحدة هنا وهادي هنا هادو البتيخ هادي قرعة نورمال قرعة كبيرة البتيغون كبيرة فوالا ها هي الفروي ديالها ما شاء الله بدات كتعطي هنا هو الراس ديالها هنا كاينة وحدة أخرى هادي ماركة أخرى فوالا بروجي أجوردي من بعد ان شاء الله نعطيكم لا سويت فرحنا واصلين السلام عليكم تهلاو فراسكم الله يعاونكم.